السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، هانيه، الله يجازيكم بخير. عندي واحد المشروع ديال الارانب للبيع لظروف، اللي بغاه مرحبا به، تواصل معايا على الرقم. وكاينين الاناث، يعني كاين 27 انثى اللي خدامه، والاعمار كاينه اللي عندها اكبر وحده عندها 3 ديال الولدات، هذه اكبر وحده، والباقي عندهم كاين اللي عنده جوج، كاين اللي عنده ولده وحده، وكاين اللي يلاه تلقح. كاين 27 ام اللي كتنتج اللي خدامه، وكاينه 15 اللي يلاه تبدا يعني واجده للتلقيح، وكاين 9 ديال الذكور خدامين يعني موجودين كيخدموا، وعندي شي 6 قربوا يوجدوا، 6 الإناث قرابين يوجدوا. هذا هو المشروع اخويا، اللي يبغى شي حاجة يتواصل معايا مرحبا به. وكاين عندي جوج أقفاص ديال التسمين، واحد فيه 8 الأعيون مقسوم، يعني فيه 8 الأعيون، والثاني طويل ديال التسمين. اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معايا، مشروع كامل للبيع. وكاين اللي والده، وكاين يلا اللي تلقحات، وكاين اللي قريبه تولد. كاين عندي 9 ديال لي كاج ديالهم ديال الامهات، من يعني شي حاجه باقا نقيه، وهادو هما الارانب بصحه جيده. اللي بغى مرحبا يجي يشوف بعينيه ولا يتواصل معايا مرحبا به. هادشي اللي كاين الخوت. هادو كاملين موجودين للإحلال، يعني واجدين للخدمة. اللي بغى شي حاجة مرحبا به. بالنسبة لهذا هو ديال التسمين، وهذا هو اللي ديال التسمين اللي مقسوم، يعني اعيون فيها اعيون.